في هذه الحلقة، العلاج بالفيروسات ابتكار من لاتفيا للقضاء على الخلايا السرطانية. الصبيعة المندائيون في العراق، طقوس وشعائر دينية ترتبط بالأنهار والمياه الجارية. أساليب وفنيات جديدة لتطوير الأزياء التقليدية في موريتانيا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مراسل الجزيرة، نبدأها اليوم من إحدى دول البلطيق وإحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، إنها لاتفيا. هذه الدولة الصغيرة تعتبر رائدة في مجال العلاج الفيروسي للسرطان. اخترع فيها قبل عقود دواء سجلت براءة اختراعه قبل 10 أعوام فقط. منتجو الدواء يقولون إنه فعال في معالجة سرطان الجلد بشكل خاص وأنواع أخرى من السرطان، وإن آلاف المرضى يأتون من أكثر من 37 دولة. رغم تحفظات البعض وشكوك البعض الآخر، تتواصل الآن المساعي للتعريف بهذا الدواء على نطاق عالمي لمساعدة المرضى المحتاجين. الزميل توفيق السهلي زار المركز الخاص بهذا النوع من العلاج وعاد لنا بهذا التقرير. بالتأكيد لكل طبيب علاقة طيبة بمرضاه، لا سيما عندما يتحسنون على يديه. لكن هنا في مركز العلاج الفيروسي اللاتفي للسرطان الرائد على مستوى العالم في مجاله، قد تكون هذه العلاقة أعمق بكثير. وإذا عرف السبب بطل العجب. عام 2011 خضعت لجراحة لاستئصال سرطان الرحم، وبعد خضوعي لسبع جلسات علاج كيميائي أصبحت عاجزة عن الحركة، لكن عندما بدأت العلاج الفيروسي استعدت قدرتي على الوقوف خلال شهر، وأنا الآن سليمة وأحس بسعادة، أشعر أني مفعمة بالحياة. وكم هي العلاقة خاصة إذا عرفنا أن إحدى الاستشاريات في مركز العلاج الفيروسي للسرطان هي ابنة مخترعة الدواء ريجفير ذاته الذي أنقذ حياة زويا. بدأ البحث في مختلف أنواع الفيروسات عام 1968، وخلال عمل والدتي آينا موتسينتس في معهد الأحياء المجهرية اكتشفت ظاهرة تتمثل في قدرة فيروس على تدمير خلايا السرطان. تبع ذلك عملية اختيار وتكييف أفضت لاختراع ريجفير. بالطبع يعلق ورثة براءة اختراع العلاج الفيروسي والمشرفون على المركز آمالاً عريضة لنشره عالمياً والتعاون مع أي هيئة طبية مهتمة باستخدام هذا النوع من العلاج. تأسس المركز اللاتفي للعلاج الفيروسي الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم عام 2009. الهدف من المركز هو تطوير صناعة العلاج الفيروسي في لاتفيا والعالم. نسعى أيضاً لتعليم الأطباء وتصديق الشهادات واعتمادها من المؤسسات الطبية. ننسق تدفق المرضى من جميع أنحاء العالم لمختلف مؤسسات علاج السرطان. وتصديقاً لكلام مدير المركز، سمح لنا بمقابلة عدد من المرضى الذين استخدموا هذا الدواء لعلاج عدة أنواع من السرطان. عمري 79 سنة. قبل 5 سنوات اكتشفت أني مصاب بسرطان الرئة، لكنني رفضت العلاج الكيماوي ولجأت للعلاج الفيروسي منذ ذلك الحين بانتظام. أنا أشعر بالصحة الآن وقد اختفى السرطان من رئتي، لكن ما زلت أخذ جرعة كل 3 أشهر. أما هذه المحامية اللاتفية فلديها قصة مثيرة تعتبر من أهم نجاحات المركز اللاتفي للعلاج الفيروسي للسرطان. اكتشف الأطباء إصابتي بسرطان الجلد المنتشر في رجلي عام 89. أجريت لي 3 عمليات جراحية وكنت أستعد للرابعة عندما علمت بأبحاث البروفيسورة آينا، وبدأت استعمال الدواء بشكل منتظم طيلة عام حتى اختفى السرطان. بعدها بسنة عدت لتناول الدواء لعدة سنوات على سبيل الوقاية، ومنذ ذلك الحين لا أعاني من أي مشاكل، فقد شفيت تماماً. لكن كيف يرى الوسط الطبي دواء ريجفير أو العلاج الفيروسي للسرطان؟
قبل 25 عاماً شاهدت أول مريض بسرطان الجلد، وكنت أصادف نحو 20 مصاباً بهذا المرض سنوياً. سمعت باستخدام فيروس ريكفير وبدأت باستعماله بحقنه حول المناطق المتورمة لدى مصابة بتورم في الخلايا العضلية الحركية، ولدهشة اختفى الورم خلال أسبوعين. ولمعرفة آلية عمل العلاج الفيروسي ريكفير في القضاء على الخلايا السرطانية، توجهنا إلى مبنى المعهد اللاتفي للمركبات العضوية، أحد أهم المنشآت الطبية في لاتفيا، حيث التقينا بمدير المعهد، أحد أبرز علماء ومخترعي الأدوية في العالم. السرطان من أخطر الأمراض الفتاكة. لدينا أدوية تعتمد المواد الكيميائية، لكنها لا تختار المنطقة المصابة فقط في الجسم. لهذا نبحث عن طريقة جديدة تعتمد الفيروسات المستوطنة يمكنها العثور على خلايا السرطان واختراقها وإمراضها ثم قتلها، وهذا أهم ما يميز دواء ريكفير الفيروسي. لكن يبدو أن هناك خبراء آخرين في الوسط الطبي يبدون تحفظات إزاء نجاعة العلاج الفيروسي للسرطان. شخصياً لا أستطيع أن أوصي بالعلاج الفيروسي لمريض ما لم تكن لدينا نتائج الدراسات السريرية، وهي غير موجودة حالياً، وهذه مشكلة. لدينا كثير من البيانات لكنها تتعلق بالمشاهدة، وهذا لا يكفي. هناك مختصون في علم المناعة يوصون بالعلاج الفيروسي لعلاج سرطان الجلد، لكن هناك مختصون آخرون يرفضون ذلك. منتجو دواء ريكفير الفيروسي يقولون إنه يمكن استخدامه أيضاً لعلاج سرطان المعدة، لكن ليس لدينا المعطيات السريرية التي تدعم أو تنفي فاعليته ضد هذا المرض. في هذه الغابة ترقد آينا، مخترعة العلاج الفيروسي للسرطان، وترقد معها آخر كلماتها: يا علماء العالم، اتحدوا وعدوا أن تعملوا من أجل صالح البشرية. توفيق السهلي، الجزيرة، ريغا، لاتفيا.